واي شيوعي فهمت يمشي على بطنه او على رجلين او على اربع او عنده ريش او ما عنده ريش اللي يناقشنا في الكلام ده ما بتقدر تناقش والله ما تقدر لانك خواف فهمت ما في تنظيمات التنظيمات دي كلها عشان كده انت عارف الجبهجيه دي التنظيمات دي لقوها زي ما بيقولوا الجماعه لقوها تنظيمات منتهيه التنظيمات دي والله منتهيه ها تسمع الزمان الشيوعيين ومعاهم حزب الأمة ها ومعاهم الاتحاديين وغيرهم من الأحزاب لما يجي يتكلموا لك عن إنه سوف نسقط حكومة الجبهة الفاشستية الجاسمة على صدر شعبنا وكاتمة أنفاسه أنت تقول خلاص البلد دي حتقوم وحتقوم حروب ومظاهرات وبلاوي ما فيش زي ما قالوا ركشة بيبوري قندران ما فيش كواريك ساكت ها زي ما قال الشاعر زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فابشر بطول سلامة يا مربع والله سوف نخرج وسوف نخرج وسوف نخرج زي بتاع القدرة الليلة بالكاش وبكرة بلاش تجي وبكرة يقول لك أقرأ أقرأ الليلة 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 بالكاش وبكرة بلاش تجي وبكرة لا الليلة الليلة أقرأ أقرأ الليلة بالكاش وبكرة شنو بلاش تاني بكرة فارق ساكت ما عندهم أي حاجة فهمت زول فكره ما يقدر يناقشه ما يقدر يعرض فرصة مفتوحة للمداخلات والاستفسارات والأسئلة والنقاش وأي حاجة فرصة مفتوحة فرصة مفتوحة أنا حاسي يعني كأنه في أفراد من التنظيمات قاعدين لكن طبعا ديل بيستخدموا الساتر لأنه هنا لو اتفضح مشكلة كبيرة تاني ما بيقدر يفك مكانات ال 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 الخالطة يقول لها طبعا أنت وأنا من حقنا نفرح نطير زي الفراش تلقانا صاقعة خمنا لا أنت يلقوك لا أنا مكانات دي ما بيقدر يفكها لأنه بنخمه هنا بآيات وأحاديث أرض جو والله أنت فريشك لما تتكيف فهمت؟ تقدر تخش؟ ما بتقدر. تنظيمات فارغة ساكت، فرصة مفتوحة. اكربوا وارجلوا وتعالوا خشوا. انتوا الصغار ديل معلش يعني ممكن تدقوا تضربوا يعني تلفونات للجماعة البرة، قول لهم والله الليلة جونا ناس متوحشين. ها؟ ناس صعبين جدا، ما بنقدر عليهم. جيب الجماعة الفوق، أنت طبعا بتلعب رابطة. فهمت؟ جيب الجماعة اللي معاك الكبار. وصية القحطاني بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.